تحتضن ضفاف دجلة الدورة 9 لمهرجان أنا عراقي أنا أقرأ، والذي أقيم في حدائق أبو نقاس في العاصمة بغداد، إذ يجري توزيع 35,000 كتاب على الحاضرين. تتنوع هذه الكتب وعناوينها بين مجالات مختلفة. عمل القائمون على هذا المهرجان ورواده قالوا إن دور النشر والمؤسسات باتت المساهم الرئيسي في المهرجان بعد أن كان في السابق يعتمد على المتبرعين، وقد تضمن المهرجان الذي يهدف إلى إشاعة القراءة وتشجيع الجمهور على التواصل مع العالم عبر جديد الإصدارات الأدبية والعلمية، تضمن فقرات عديدة كعزف مقاطع موسيقية وأداء أغاني من التراث العراقي، إلى جانب ورشات مفتوحة في الرسم وفعاليات ترفيهية موجهة للأطفال. هذا وانطلق المهرجان في محافظات ديالى والأنبار ونينوى والديوانية والبصرة وميسان. فهذا المهرجان سيتم فيه توزيع 35,000 كتاب أدبي ثقافي متنوع تاريخي سياسي إلى آخره. ما يميزه أيضا هو وجود معهد جوتا معنا، وجود اتحاد الأدباء، جهات عديدة، منظمات مجتمع مدني، دخول الموسيقى، أمور كثيرة ترسم الابتسام على وجه العراق. نقطة التطور المهمة في هذه الدورة هو أن المهرجان لم يعد بغداديا فحسب، إنما انطلق ليجمع مجموعة محافظات وفي توقيت واحد ويوم واحد. لذلك أنا عراقي أنا أقرأ، أو العراق يقرأ بصورة عامة، موجود حاليا في نينوى، في البصرة، في الأنبار، في ديالى، في الديوانية، وهذا مؤشر ممتاز، بحيث يعني من الممكن في الدورات المقبلة في السنوات التي تجي ربما أن يعقد في وقت واحد وفي كل المدن وفي كل محافظات العراق. هذا نقطة تطور مهمة. نقطة أخرى ثانية هو نوعية الكتب، عدد الكتب، الفعاليات المرافقة من توقيعات إلى فعاليات فنية، كل هذه أشياء تصب في مصلحة المهرجان وهي متطورة من دورة إلى دورة أخرى.